أخبار فلسطين باختصار. وزارة الصحة بغزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 20,000 شهيد. الوزارة قالت إن 166 شهيداً و384 مصاباً سقطوا في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة. مصدر طبي قال إن 19 فلسطينياً استشهدوا في خان يونس جنوبي القطاع جراء قصف الاحتلال المستمر. ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء إلى أكثر من 100 صحفي وصحفية منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة. واستشهد نائب مدير وكالة الرأي الفلسطينية أحمد المدهون بقصف إسرائيلي على شمالي غزة. تقرير حكومي يتهم جيش الاحتلال بإعدام أكثر من 137 مدنيا فلسطينيا في محافظتي غزة والشمال. التقرير أشار إلى أن الاحتلال وضع عشرات المدنيين في حفرة كبيرة ثم أطلق الرصاص عليهم ودفنهم بالجرافات. جيش الاحتلال يعترف بمقتل 8 جنود وضباط في معارك غزة ويرفع حصيلة القتلى إلى 485 جنديا وضابطا. القتلى سقطوا في المعارك الدائرة في قطاع غزة، معظمها في حي الشجاعية ومناطق في جباليا البلد. إلى اللقاء باختصار آخر.